بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهارده إن شاء الله الدرس الثاني من الوحدة السابعة اللي بعنوان الحسابات الكيميائية النظرية. طبعاً كلنا تعلمنا مع بعض الحصة اللي فاتت الحسابات الكيميائية. مراجعة بس بسيطة جداً، إيه هي الحسابات الكيميائية؟ لو تفتكروا معانا، لو أنا عندي أي تفاعل كيميائي أو أي معادلة كيميائية بالمنظر اللي قدامك ده، العلاقة التي تربط بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة كانت هي الحسابات الكيميائية. طب ايه المتوقع ان احنا النهاردة ان شاء الله نتعلمه؟ المفروض كل واحد فينا النهاردة يقدر يعرف علاقة رياضية بيتم من خلالها ان انا احول المول الى مول، مع ان انت ممكن تستغرب المول الى مول ما حصلش تغيير، اصبر بس علينا 5 دقايق اكيد هتعرف ايه اللي حصل في الموضوع ده. رقم 2، هحول المول الى كتلة، بيتهيألي في تغيير. رقم 3، الكتلة الى كتلة. انا بيتهيألي لو فهمت اللي حصل هنا اكيد نفس الشيء في رقم 3. يبقى اول شيء لازم نعرف العلاقات الرياضية اللي يمكن من خلالها التحويل الى الثلاثة. رقم 2، هنبدأ نحل مسائل على العلاقات الرياضية اللي احنا ان شاء الله هنتعلمها مع بعض. تعال نبدأ بسم الله كده في اول شيء، وعايزين نبدأ نحول رقم 1، التحويل من مول الى مول. الواضح للناس ان في ناس بتقول للاستاذ ده مول وده مول، فين التغيير اللي حصل؟ اقول لك، ما انت لو تركز معايا، انا بحول عدد مولات ماده الى عدد مولات ماده اخرى بطريقه ثانيه. هتلاقيني بديك عدد مولات مثلا الماده A، واقول لك احسب لي عدد مولات الماده C التي نتجت من استخدام A، او بعطيك عدد مولات الماده A واطلب منك عدد مولات الماده B. يعني انا اقصد ان انا في المعطيات بعطيك مولات ماده وبطلب مولات ماده اخرى. ايوه، يعني معنى كده ان دي بتختلف عن دي. ايوه، يبقى احنا كده فهمنا ان انا النهارده عايز احول عدد مولات ماده الى عدد مولات ماده اخرى. ايه العلاقه الرياضيه اللي هي موجوده معايا؟ عدد المولات المجهول اللي انت عايز تحسبه بيساوي عدد المولات المعلوم اللي هو هيعطيه لك في المساله ضرب النسبه الموليه، اقصد بيها مولات المجهول على مولات المعلوم. بجيبهم منين؟ مولات المجهول ومولات المعلوم باخدهم من المعادلة الموزونة. ركز، الحصة اللي فاتت أنا حكيت ما ينفعش أشتغل حسابات كيميائية وعندي معادلة كيميائية مش موزونة، لازم المعادلة الكيميائية اللي معايا تكون معادلة موزونة. يبقى معامل المادة المجهولة هو مولات المجهول، معامل المادة المعلومة هو مولات المعلومة. طب ودي يا استاذ بتيجي منين؟ دي بتكون في نص المسألة. يبقى واضح ان انا عشان احول من مول الى مول هعوض في العلاقة اللي قدامك دي. عدد المولات المجهول يساوي عدد المولات المعلوم ضرب مولات المجهول على مولات المعلوم. بعد كلامي كمان مرة، عدد المولات المعلوم بيكون موجود في نص السؤال، هعمل لك مسألة حالا. ضرب مولات المجهول على مولات المعلوم، دول بجيبهم منين؟ المولات دي أقصد بها معامل المجهول، وهنا برضه معامل المعلوم اللي موجودين في المعادلة الموجودة. تعال ناخد مسألة ونشوف. هحل معاك مسألة رقم
11 اللي موجود في صفحة 243. معطيني معادلة CH4 زائد S8 بيعطيني CS2 زائد H2S. ايه زن المعادلة ب احسب عدد مولات CS2 الناتجة عند استخدام 1.50 مول S8. يلا مع بعض. أنا المعادلة اللي معايا وبيقول لي اوزن المعادلة. أظن كلنا عارفين. حتى لو ما جاش يوزن المعادلة حضرتك لازم توزنها، لأن ما ينفعش أشتغل في الحسابات الكيميائية إلا بمعادلة موزونة. طبعاً لتحقيق قانون حفظ القدرة. تعال نجربها واحدة واحدة. يلا نشوف الكربون. عندي ذرة واحدة من عنصر الكربون. أتوقع هنا برضه ذرة واحدة من عنصر الكربون. أوكي. الهيدروجين. عندي أربع ذرات من عنصر الهيدروجين. لكن عندي ذرتين من عنصر الهيدروجين. في الحالة دي كان لازم أضرب في اثنين. بحيث إن يكون هنا أربعة وهنا أربعة. تمام. الكبريت. عندي ثمان ذرات من عنصر الكبريت. طب تعالى نشوف كده. هنا ذرتين. واتوقع هنا برضه 2 × 1 = 2. يبقى المربع كله 4. طب هنا 8. طب ازاي اخلي الاثنين متساويين؟ ان الثمانية دي ما اخدهاش كاملة، ممكن اخد نصها. ايوه. بدأت الناس تسألني سؤال. هو يا استاذ ينفع اسيب المولات بالكسر؟ عادي، بس بتسهيل حل المسائل عليك وتسهيل النواتج عادي. عشان اتخلص من النص حضر المعادله كلها في 2، وبقى كده حولت الاعداد كلها الى اعداد صحيحه عشان اخلص من النص اللي معايا. لما اضرب دي في 2 اهو ضرب 2. لما اضرب دي في 2 صار اللي معايا 2CH4 زائد. لما اضرب النص في 2 صار معايا 1 يبقى 1S8 يعطيني CS2 اضربها في 2 يبقى 2CS2 زائد اضرب اللي بين في 2 يصير معايا 4H2S. انا بتهيألي لو اي واحد فيكم ركز في المعادله اكيد 100% هتكون موزونه. طيب ده رقم واحد وهو اوزن المعادله. تعال معايا في رقم 2. احسب عدد مولات CS2 الناتجة عند استخدام 1.50 مول S8. يا ريت بس علمني من المعلوم ومن المجهول. هو عايز عدد مولات CS2 يبقى اجي عند دي كده شباب وبقول له ان المادة دي هي المجهولة. طب والمعلوم كان مين؟ كان SA. فاجي عند SA كده وهقول له ان هي فعلا المادة المعلومة. أنا كده أدي الكلمتين دول عشان إيه؟ عشان بس العلاقة الرياضية اللي أنا كاتبها لك تقدر تعوض فيها بسهولة. عدد مولات المجهول يبقى عدد مولات المجهول اللي هو S8 وهو ده اللي طلبه مني. يا سلام. عدد مولات المعلوم والمعلوم عندي اللي هو CS2. تمام؟ ضرب أو خلينا نكتبها المعلوم اللي حاطه من نص السؤال اللي هو برضه CS2. ضرب النسبة المولية مولات المجهول على مولات المعلوم من نص السؤال. المجهول المولات اللي هي المعامل تبعه كان 2، مولات المعلوم المعامل تبعه كان كام يا شباب؟ كان 1.
اللي هو 1.50. إن عملنا العملية دي فبيطلع معايا 3 مول. بس بكل بساطة كل اللي عملته عوضت بس في العلاقة وكان كل المعطيات كانت موجودة معايا. يبقى عدد المولات المعلوم برضو من نص السؤال. مولات المجهول ومولات المعلوم أقصد بها المعاملات. باخد المعامل بتاع المجهول والمعامل بتاع المعلوم أحطهم وبس بضرب على العدد الحسبة بيطلع معايا الناتج. طيب خلينا أكمل. على نفس السؤال سي كم مولات الـ H2S؟ نفس السؤال كم مولات H2S الناتجة؟ كم مولات H2S الناتجة؟ نكتب المعادلة كده مرة. أنا الاثنين CH4 بنجيب بس المعادلة زائد S8 بيعطينا 2CS2 زائد 4H2S. كم مولات H2S يبقى H2S دي؟ هو ده المفهوم. طب المعلوم هو بيديهولك من البداية اللي هو كان SF. يبقى ده معلوم. هتطبق نفس القانون. عدد مولات او عدد المولات المجهول يساوي عدد المولات المعلوم ضرب مولات المجهول على مولات المعلوم. يعني يساوي عدد المولات المجهول اللي هو عدد مولات H2S اللي هو بتاعه. عدد المولات المعلوم من نص السؤال هو اصلا كان معلومولي ب 1.50. 1.50 مول. ضرب. مولات المجهول ومولات المعلوم بذكرك تاني المولات اللي هو معادل. مولات المعلوم هنا برضه اللي هو معادل. المجهول المعادل تبعه كان يا محترمين 4. المعلوم المعادل تبعه كان كام؟ كان 1. استخدم بس الآلة الحاسبة لما اضرب الرقمين دول في بعض بيطلع معايا 6 مول. بكده حلينا أول مسألة على تحويل مول إلى مول. السؤال الثاني هعطيك رقمه فكر فيه اللي عندي مكتوبه على السطور اللي هو سؤال 12 صفحة 243. سؤال تحدي عايزك تفكر فيه لما اكتبه على السطور. يتكون حمض الكبريتين من تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع الماء وغاز الأكسجين. اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة ب كم عدد مولات H2SO4 الناتجة من
واحد او 12.5 مول من SO2. نركز مع بعض. الهيدروجين الكبريتيك من تفاعل ثاني اكسيد الكبريت مع الماء وغاز الاكسجين. اكتب المعادله الكيميائيه الموزونه. ايوه، افتكر اول وحده في الترم الثاني اللي هي الوحده رقم 5. خدنا التفاعلات الكيميائيه وخدنا ازاي نكتب المعادله. نتذكر مع بعض. احنا اللي سهل هنا المواد الداخله في التفاعل وهنا المواد اللي هتنتج من التفاعل. اقرا النص كده. يتكون، يبقى كده الماده الناتجه حمض الكبريتيك. ايوه، ارجع للصيغه الكيميائيه. وكده انا نبهت عليك ثلاث احماض ما ينفعش تخش الامتحان وانت مش حافظهم. الحمض الاول هو حمض HCl، حمض الهيدروكلوريت، ما ينسيش. الحمض الثاني HNO3 وهو حمض النيتريت. الحمض الثالث وهو H2SO4 وهو حمض، ايوه، حمض الكبريتيك. عشان كده معظم المسائل وامتحان الترم الاول جايب لنا ايه؟ واحد من الثلاثه دول. فيا ريت لازم نركز فيهم. ماشي، يبقى يتكون حمض الكبريتيك، يبقى اكيد هيتكون في المواد الناتجه H2SO4 من تفاعل، يبقى هكتب المواد المتفاعله. ثاني اكسيد الكبريت. ايوه، انت فاكر ثاني اكسيد الكربون كان كده. طب ما تشيل الكربون واعمل لي كبريت. صح، يبقى ثاني اكسيد الكبريت SO2 زائد الماء، كلكم اكيد حافظينها H2O زائد غاز الاكسجين، في ناس بدات تكتب لي زائد O بالغلط. احنا قلنا يا رجاله لازم يكون الاكسجين وبعض العناصر الثانيه لو تفتكروها الهالوجينات فلور كلور بروم يود، العناصر دي بالاضافه للنيتروجين